لو الحكاية فيها إن فيتو قولي النهارده بقى كيف الامتحان الانجليزي؟ الامتحان كان حلو ولا صعب قوي ولا سهل قوي، كان حلو اللي مذاكر، بس هي الترجمه كانت غريبه شويه كده، كان في اسئله كانت محوره يعني اللي يركز فيها يعني الترجمه دي كانت اصعب حاجه في الامتحان، يعني لو بصينا على الترجمه كانت اصعب حاجه. كلميني بقى على الامتحان كمجمل، شايفاه ازاي؟ هل هو مستوى الطالب المتوسط هو يقدر يحل؟ طيب الوقت بقى اللي هو قدر يحل؟ لا الوقت كان كويس، بس اللي جت بس والنبي يعني اخوها شويه.